أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها. الصحفيون الفلسطينيون يحتجون على اعتداءات قوات الأمن في حقهم ويطالبون بحماية دولية، والسلطة تحذر من الفوضى وتهديد السلم الأهلي. هل يستمر نهج القمع في رام الله؟ طهران تؤكد أنها لن تتأخر في تزويد لبنان بالطاقة إذا طلب ذلك، ووفد روسي في بيروت مع رزمة مشاريع على رأسها تأهيل مصافي النفط وبناء محطات كهربائية. هل تحسم بيروت خيارها مع اشتداد الأزمة الاقتصادية؟ معارض تصويري متزامن في 7 مدن فلسطينية داخل أسواقها التاريخية. حكاية السوق يروي حياة الفلسطينيين اليوم على كامل ترابهم. كيف يتخطى قيود الاحتلال؟ ومجموعة سبوتيفاي للخدمات الموسيقية تدخل على خط منافسة كلوب هاوس وتطلق تطبيقا جديدا للمنتديات الصوتية. هل باتت هذه المنصات الوجهة الأولى لشركات التكنولوجيا الرقمية؟ الحماية للصحفيين، هذا المطلب بات ملحا لدى أهل السلطة الرابعة الفلسطينية. حالة غضب واستنكار تلف الجسم الإعلامي الفلسطيني بعد الاعتداء الذي طاله من أمن السلطة خلال مسيرة تندد باغتيال الناشط نزار بنات. خلال تغطيتنا للأحداث اعتدى علينا مجموعة من الرجال في الزي المدني وقاموا بملاحقتنا، حاولوا مصادرة هاتفي المحمول لكني قاومت المصادرة وقاومت الحدث. أراد الاعتداء علي بالضرب، تدخل الزملاء الصحفيين وقاموا بحمايتي، ومن ثم اضطررت إلى الهروب. هربت واختبأت إلى أحد المباني التجارية في المنطقة. رغم أن نقابة الصحفيين دعت إلى مقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية حتى تحقيق مطالبها وأولها إقالة قائد الشرطة، لم يمنع ذلك الصحفيين من تقديم استقالاتهم وتمزيق بطاقاتهم احتجاجا على القمع. ممارسات السلطة لاقت موجات استنكار عارمة من المنظمات الحقوقية والدولية في وقت يعاني فيه الصحفيون الفلسطينيون أصلا من اعتداءات قوات الاحتلال خلال أداء واجبهم المهني. أما السلطة في رام الله فحصرت خطابها بالتحذير من الفوضى والانقلاب والمس بالسلم الأهلي والوعود بالمحاسبة. وسوف تتم إحالة من يثبت له علاقة بهذا الأمر إلى الجهات القضائية المختصة بما يعطي لكل ذي حق حقه، ونطلب من لجنة التحقيق إنجاز تقريرها خلال اليومين القادمين. إنني أطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية العالية وأن لا يتم حرف الأمر إلى أجندات سياسية وحملات التشهير المأجورة، وإبقاء جهدنا الوطني منصب في مواجهة الاحتلال وأدواته الاستعمارية في القدس وفلسطين عامة. أمام هذه المشهدية سنطرح الليلة أسئلة ثلاثة. أولاً، أي تبعات لاعتماد السلطة الفلسطينية نهج القمع؟ ثانياً، ما محاذير الاعتداء على الصحفيين؟ وثالثاً، ما جدية تحذيرات رام الله من الفوضى؟ للإجابة على هذه الأسئلة والحديث أكثر يسعدني أن أستضيف شذا حماد الصحفية وهي معنا من رام الله. أهلا وسهلا بك معنا شذا. يعني بعد قمع التظاهرات اليوم قمع الصحفيين، إلى ماذا يتعرض الصحفيون بداية من قبل السلطة؟ نعم، يعني الاعتداء في اليومين الماضيين ابتداء من يوم السبت ويوم الأحد هو يعني يعري واقع العمل الصحفي في فلسطين، يعري أيضا الشعارات التي أطلقتها السلطة في السنوات الماضية عن حول حرية التعبير وحرية الإعلام. يعني اليوم كان هناك اعتداءات واستهداف مباشر على الصحفيين وطواقم الإعلام. بدأت عمليات القمع من انطلاقا من قمع الصحفيين يوم السبت، انطلاقا من ملاحقتهم ومصادرة هواتفهم والاعتداء عليهم بالضرب وأيضا استهدافهم بالقنابل كما جرى معي. يعني اليوم هذا هو واقع الإعلام في ظل السلطة الفلسطينية، الذي يعني نحن بالعادة نتعرض لاعتداءات وانتهاكات خلال تغطيتنا للمواجهات مع الاحتلال. الاحتلال
نعلم جيدا أنه لا يفرقنا عن المتظاهرين الذين يكونون في الميدان في ساحة المعركة التي ننزل إليها بالعادة بكامل معداتنا الصحفية بالقبعة ودرع الصحافة. يعني بالأمس نحن نزلنا على مركز رام الله حيث يعني سيادة السلطة الفلسطينية وحيث يعني ادعاءات فرض الأمن والأمان. نحن نزلنا بالزي كأننا يعني متوجهين إلى ساحة معركة، وهو يعني ما حصل بالفعل. يعني بالأمس أيضا استكملت الأجهزة الأمنية باللباس المدني اعتداءاتها علينا كصحفيين ومنعتنا من التغطية. كان هناك اعتداء على زملاء صحفيين وتكسير معدات، وأيضا كان هناك تهديد لأي شخص فينا برفع يعني جوالة أو حتى الكاميرا. بالتالي نحن بالأمس وقفنا في مربع لم نستطيع التحرك، يعني في مساحة 50 متر لم نستطيع التحرك. هاتفنا الشرطة لتوفر لنا يعني إمكانية فقط للوصول للمتظاهرين الذين يتعرضون للقمع والسحل والضرب. كنا نسمع الصراخ ولا نستطيع يعني الوصول للتصوير، وأي كاميرا وأي هاتف يرفع يتم تكسيره ويتم الاعتداء على حاملة. يعني هذا هو واقعنا اليوم الذي يعني نعيشه كصحفيين، ونسأل إلى أين ماذا يعني بعد اليوم. طيب، قبل أن نصل إلى هذا السؤال شذا، برأيك لماذا القوات التابعة للسلطة الفلسطينية القوات الأمنية تقوم بما تقوم به من قمع تحديدا مع الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة أيا كانت في أي ملف، سواء باستشهاد نزار بنات أم موضوع آخر؟ يعني لماذا هذا التعدي على صحفيين بوقت أنه يفترض الآن العين على السلطة الفلسطينية المتهمة من قبل عائلة الشهيد بداية وغيرها بأن هي المسؤولة الأول والأخير عن استشهاد نزار بنات، وبالتالي هي يجب أن تمتص كل الوضع الآن وتستوعب كل هذا الوضع الآن، لا أن تقوم بهذا القمع؟ برأيك هذا دليل على ماذا؟ يعني عملية قمع الصحفيين هي عملية ممنهجة ومقصودة، وكما ذكرت سابقا يعني القمع التظاهرات يوم السبت ويوم الأحد بدأ بقمع الصحفيين. يعني نفهم من ذلك أن السلطة تريد أن تخفي الحقيقة، تريد حجب ما يدور من عمليات قمع، وهناك تصعيد بعمليات القمع وهو فعليا ما رأيناه. نحن رأينا يعني شبه عمليات قتل يعني في الميدان، عندما يعني احد العناصر الامنيه يمسك حجر ويبدا بدق راس احد المتظاهرين، هاي يعني تؤدي الى القتل الى الموت. يعني هذه هي بعض من المشاهد التي رايناها، اضافه للركل والهجوم بشكل جماعي على المتظاهرين. يعني ما يفرض أي حقيقة علينا قصدتي شذا؟ هو حجب للحقيقة التي تدور. أي حقيقة تقصدين شذا بإخفائها؟ يعني لا تود إظهار السلطة، عن أي حقيقة تتحدثين؟ عمليات القمع بداية موقف الميدان الفلسطيني والشارع الفلسطيني من اغتيال الشهيد نزار بنات، وردة فعل الشارع الفلسطيني اتجاه هذه العملية، وأيضا يعني حجب لممارسات السلطة وقمعها وما تمارسه من قمع ومن تصعيد في القمع للشارع. يعني هذه العمليات، عملية الاعتداء على الصحفيين، هي عملية اليوم مدروسة وممنهجة ومقصودة، ونحن طيب لا نتحدث اليوم بدون خلفية. يعني نحن نتحدث عن يعني سنوات ممتدة، من 2017 بدأ التصعيد بإقرار قانون الجرائم الإلكترونية وما تبعه من حجب مواقع إخبارية، وما سبق ذلك من عمليات اعتقالات سياسية بحق الصحفيين وملاحقة وتهديدات على خلفية عملهم الصحفي، وأيضا ما يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب، عندما تقومون شذا بتخريب للسلم الأهلي وتكونون متهمون بالفتنة، هذا طبيعي أن يكون رد من قبل السلطة، وهذا ما اتهمتكم به على كل حال. نعم، يعني السلطة تتهم التظاهرات التي تخرج اليوم أنها تهدد السلم الأهلي، وهذه يعني هو تبرير لقمع هذه التظاهرات. يعني منذ اغتيال نزار بنات يوم الخميس كانت هناك وصف للتظاهرات بأنها انقلاب وأنها مخططات انقلابية وتحريض من شخصيات في حركة فتح وأيضا شخصيات قيادية في السلطة الفلسطينية. يعني هذه حتى أنكم متهمين بأنه تتحركون من قبل حماس، يعني حتى وصل إلى هنا الاتهام. نعم، يعني كل هذه التصريحات والتهديدات هي تبرير لعمليات القمع التي تمارس اليوم.
تجاه الصحفيين وتجاه ايضا المتظاهرين. وعمليات القمع هي واسعه، يعني بالامس كان هناك اعتداء ايضا على حقوقيين كانوا في الميدان، حقوقيين يرتدون يعني اشاره يو ان. طب ما ايضا غريب، ايضا غريب، حدثتني الان شذا انه هذه يعني الهجمات وهذا القمع هو ليس بجديد، لماذا انتم يعني قمتم بكل هذه الهبه الان ورد فعل على السلطه؟ يعني ما الذي يمنع ان تكونوا فعلا هناك من يحرككم ومن يقف وراءكم؟ يعني صراحه يعني اسئله استفزازيه يعني جدا. يعني اليوم الشارع انطلق بشكل عفوي جدا، نحن رأينا كيف انطلقت التظاهرات بشكل عفوي جدا، انطلقت للتعبير عن رأيها، للتعبير عن رفضها لاغتيال نزار البنات، والتعبير أيضا عن رفضها لممارسات السلطة القمعية. يعني ما مورس يوم السبت لم يردع المتظاهرين الخروج يوم الأحد والوقوف بوجه الأجهزة الأمنية، متظاهرين خرجوا بمسيرات سلمية رافعين الأعلام الفلسطينية وكراتين عليها شعارات يعني تطالب بملاحقة قتلة نزار بنات. الشعب خرج لممارسة حقه وطالب بأن يكون مشاركا في العملية السياسية، وتم قمعه من قبل الأجهزة الأمنية، من قبل الأجهزة الأمنية بداية. يعني اليوم نحن أيضا نسأل إذا كان هناك تهديد للسلم الأهلي، لماذا السلطة استخدمت الأجهزة الأمنية بعناصر بلباس مدني؟ لماذا خرجت هذه المسيرات؟ يعني هو سؤال، يعني هذه المسيرات ليست هي التهديد للسلم الأهلي عندما يتم التي عندما قامت الاعتداء على المتظاهرين، عندما استهدفت طواقم الحقوقيين وطواقم الصحفيين يوم السبت؟ متى يعني تدخلت قوات مكافحة الشغب؟ يعني نحن كصحفيين كنا شهود في الميدان وكنا يعني نوثق لحظة بلحظة ماذا يدور في الميدان. اليوم نسأل قوات مكافحة الشغب متى كانت تتدخل يوم السبت؟ عندما كان يتقدم المتظاهرون كانت تتدخل وتقوم بقمع المتظاهرون، ولكن من جهة أخرى المسيرة المضادة التي انطلقت من قبل العناصر باللباس، عناصر أمنية باللباس المدني، وكانت تقوم بضرب المتظاهرين، قوات مكافحة الشغب كانت تحميهم، كانت توفر الحماية لهم وتلقي القنابل تجاه المتظاهرين لتوفير هذه الحماية، وكانوا يلجؤون إليها. يعني كنا نرى كيف كان يتم اعتقال الشبان من قبل يعني عناصر بلباس مدني ويقومون بتسليمها لقوات مكافحة الشغب، حيث كان يعني يتم المواصلة بعملية السحل والضرب بحق المتظاهرين. طيب ابقي معنا شذا، يعني كنت بأول إجابتك قلتي أسئلة استفزازية، لا أعرف إن كنت تقصدين أسئلتي، أنا أود يعني ربما أتحدث بهذه الأسئلة لكي أخرج كل ما فيك من وجع باعتبار كصوتك كفلسطينية صحفية فلسطينية وكل صحافي فلسطيني، هذا ما قصدته من الأسئلة لأخذ الإجابة بكل صدق ونقل المعاناة تحديدا الصحفيين وما يتعرضون له. ابقي معنا شذا حماد. في الأصل يعاني الصحفيون الفلسطينيون من اعتداءات قوات الاحتلال الوحشية بحقهم، وكثير من الصحفيين الفلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال أو أصيبوا، فما كانت حصيلة اعتداءات الاحتلال على الصحفيين في فلسطين؟ وفق تقرير نقابة الصحفيين الفلسطينية الذي قدمته قبل شهرين، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 183 جريمة وانتهاكا خطيرا بحق الحالة الصحفية الفلسطينية في فلسطين منذ بداية العام الحالي. من بين هذه الانتهاكات 67 حالة احتجاز طواقم ومنعها من التغطية، إضافة إلى 22 حالة اعتداء جسدي بالضرب والركل. تقرير لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين أشار أيضا إلى أن من بين الانتهاكات إصابة 9 صحفيين بالرصاص المعدني و15 حالة اختناق بالغاز السام وإصابة 10 صحفيين جسديا بنحو مباشر عبر استهدافهم بقنابل الغاز والصوت. كما أشار التقرير إلى ارتفاع واضح في حجم الاعتقالات، بحيث وصلت الحالات إلى 14 حالة أو إلى 14 حالة منذ بداية العام، إلى جانب 12 حالة من الاستدعاءات للتحقيق في مراكز الاحتلال الأمنية.
أعود إليك شذا، اليوم في مطالبات واضحة من الصحفيين وكان على رأس إقالة قائد الشرطة، كيف ستستمرون في المتابعة؟ وكان في تحذير وتهديد بعدم تغطية أي أخبار للسلطة في حال استمرت بقمع، ممكن أن نعرف أكثر عن خطواتكم المقبلة ومطلب تحديدا إقالة قائد الشرطة؟ يعني نحن كصحفيين لا نرى ذلك يعني كافيا، يعني اليوم يعني نحن نتعرض كما وصفه الزملاء الصحفيين لمجزرة بحقنا من خلال يعني استهدافنا بشكل يعني متعمد ومقصود وممنهج. نحن لا يعني دعوة النقابة اليوم مثلا كانت توقف عن استقبال بيانات الحكومة والتعامل معها والتعاطي معها. نحن يعني اليوم يعني وصلت الاعتداءات السلطة والأجهزة الأمنية بحق الصحفيين إلى أوجها، وبالتالي اليوم يجب أن يكون هناك فعل حقيقي لحماية الصحفيين، لجعل الصحفي الفلسطيني قادرا على أن يمارس مهنته الصحفية في ظل يعني ما نعيش من واقع يعني معقد ومشتبك مع المستعمر. يعني نحن نعيش في واقع جدا معقد، يعني هناك إحصائيات مثلا للإصابات التي ذكرتها، ولكن في كل تغطية صحفية يعني في كل يوم يعني لن تتنازلوا عن طلب إقالة قائد الشرطة، أتحدث كنقابة صحفيين هذا أولا، وإذا كان في هدف لمقاطعة أخبار السلطة يعني مقاطعة كل شيء عن السلطة، ما هذا يريح السلطة يعني عدم نقل الأخبار، بأي معنى أي أخبار سيتم عدم تغطيتها؟ يعني هدف النقابة أن نتوقف عن التعاطي مع البيانات التي تصدرها السلطة ومؤسسات السلطة، ولكن كما ذكرت ذلك لم يكن كافيا. تعامل النقابة أيضا لم يعني يكن ضمن توقعاتنا كصحفيين. نحن بالأمس كما ذكرت منعنا من التحرك في مساحة 50 متر. ماذا تريدون أكثر؟ أعطيني الخطوات اللي تطالبون بها، قولي لي الخطوات اللي تطالبون بها أكثر ومصرين يعني عليها. نحن اليوم نريد حصانة لنا لنستطيع القيام بمهامنا كصحفيين فلسطينيين في الميدان. لا نريد أن نشعر بالخوف الذي شعرناه بالأمس. أنا بالأمس شعرت يعني بخوف شديد. أنا كنت يعني من تريدين هذه الحصانة يا شذا؟ من الضرب، خايفة من التحرش الذي تعرضت له. من تريدينها؟ من السلطة يعني؟ يعني السلطة نوجدة أو شعار السلطة أنها تريد توفير الحماية للفلسطينيين، ونحن جزء من الفلسطينيين. طيب. إذا كان ذلك شعار السلطة وتريد توفيره وتريد القيام بهذه المهمة فعليها أن تقوم. مستمرين بالتحرك؟ مستمرين بشذا بالتحرك؟ يعني أو نحن مستمرين بالتحرك على مستويات عدة وخاصة على مستويات دولية. نعم. وتوثيق الاعتداءات التي مورست بحقنا وأيضا التواصل مع مؤسسات حقوقية وأيضا صحفية دولية للوقوف معنا ومساندتنا في ظل ما نتعرض له، ومستمرون أيضا في تغطيتنا وفي عملنا الصحفي. ما مورس بحقنا لا يعني ردعنا أو تخويفنا، نحن مستمرون. نعم. وإذا كان هناك حدث يوم غد نحن سنكون في الشارع وسنغطي كل اعتداء سيمارس بحق مجتمعنا. يعني إحنا نعلم جيدا كل التوفيق. مجتمعنا الفلسطيني يحملنا ثقة ومسؤولية أكيد. كبيرة جدا أكيد. ونحن أكيد. يعني على مقدار حمل هذه المسؤولية وسنكون يعني عندها دائما، ونحن معكم أكيد دائما لنقل الحق والحقيقة. كل الشكر لك شذا حماد الصحفية، كنت معنا من رام الله. من المعروف أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، وفي طليعتها أزمة الكهرباء والمحروقات التي بدأت دول متعددة بتقديم مبادرات لحلها. في هذا الإطار يواصل وفد استثماري روسي جولاته في لبنان، حيث التقى وزيري النقل والطاقة اللبنانيين وأبدى استعداد موسكو لتقديم رزمة مشاريع، على رأسها تأهيل مصفاتي النفط في طرابلس شمال لبنان والزهراني في جنوبه، إضافة إلى إعادة تأهيل مرفأ بيروت وبناء محطتي كهرباء.
بالتزامن أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تقف إلى جانب لبنان ولن تتوانى عن تقديم أي دعم ممكن إليه. المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده قال ردا على السؤال بشأن الأخبار الواردة عن رسو ناقلة نفط إيرانية على الشواطئ اللبنانية، قال إن الجميع يعلم طاقات إيران في مجال توفير الطاقة، وبإمكان لبنان أن يكون أحد البلدان التي يجري تزويدها بها، ومتى طلب منا ذلك فسندرسه بجدية. للحديث أكثر يسعدني أن أستضيف السيد زياد ناصر الدين الخبير في الشؤون الاقتصادية. أهلا وسهلا فيك سيد زياد. أهلا وسهلا بكم. صارت في عجقة هلأ على لبنان فجأة. أي صحيح. بأكثر من ملف ليس فقط بالمحروقات، يعني كنا نتحدث مرقت فترة هبت موضوع الصين صحيح. وشركات الصين فجأة اختفت الصين، بلشت زيارات من لبنان على روسيا، هلأ روسيا عنا، شو عم يعمل الوفد الروسي بلبنان في ظل الحديث عن أيضا رسو سفينة إيرانية؟ هلا المهم بالموضوع أنه اليوم بلش الكلام عن تنويع الخيارات بالاتجاه شرقا يصبح جدي، وبالتالي كان هناك عرض من الصين ومن ثم عرض جدي من روسيا وعرض جدي جدا من إيران. وبالتالي سأبدأ بالعرض الإيراني وأهمية هذا العرض. ليه مش الجدي جدا الروسي اللي بدأت زياراته؟ يعني إيران تصريحات بس الروس هو الجدي جدا، ليه اعتبرت الإيراني؟ رح أقول ليه. لأنه بالبداية الإيراني سبق وقدم هذه العروض بالسابق. بس المشكلة اليوم أنه لماذا تم رفض هذه العروض؟ لأنه بنفس الطريقة التي تم رفض العروض الإيرانية يمكن أن يتم رفض العروض الروسية والعروض الصينية. إذن الأهمية اليوم أنه هذه العروض قادرة على انتشال لبنان مما وصل إليه. وبالتالي اليوم هناك عروض كانت بالسابق إيرانية ترتبط وما زالت موجودة وجدية فيما يخص الكهرباء، وبالتالي لو قبلنا العرض الإيراني عام 2008 بالكهرباء كنا وفرنا على لبنان 24 مليار دولار، وبالتالي لم نكن أمام هذه الأزمة. الفيتو الأمريكي منع الإيراني من الاستثمار بلبنان. حاليا بعد يعني الصيني شو صار فيه؟ الصيني تعرض لنفس النكسة من الفيتو الأمريكي، وبالتالي لو قبلنا العروضات الصينية كنا حققنا نمو واستثمارات كادت أن تفوق 12 مليار دولار بالسنوات الثلاثة الماضية. وبالتالي اليوم هناك عرض روسي، العرض الروسي اليوم هو بنفس المسار الصيني والإيراني، ويتعلق بشكل أساسي بإعادة تفعيل مصفاة البداوي ومصفاة الزهراني. برأيك الروسي أتى وبدأ اجتماعات لكي يكون نفس المسار، ألا يفترض أن يكون حل الموضوع واتفق تحت الطاولة مع الأمريكي وأتى من ثم إلى لبنان؟ لا يوجد اتفاق بهذه الطريقة. الأمريكي أصلا لا يريد الروسي أن يدخل إلى لبنان، وبالتالي عندما دخل الروسي إلى محطة روسنافت لما دخلت إلى لبنان كان يريد عرقلة هذا الاتفاق. واليوم كنا قد سمعنا من السفيرة الأمريكية منذ يومين بأن العرض الروسي لا يناسب لبنان. إذن هناك فيتو موجود على الدولة اللبنانية اليوم الخيار بين مصلحة شعبها وبين الفيتو الأمريكي. سأكون صريح للغاية. بس ما واجهوا قبل يعني حتى يواجهوه اليوم صحيح. لكن ما يختلف مع روسيا فقط يعني بعض التحليلات تقول أنه روسيا يعنيها لبنان أكثر من غيرها استراتيجيا، يعني مش فقط موضوع مساعدة لأنه هو جزء من أمن الحيوي بسوريا وموضوع قاعدة حميميم وغيرها. أعتقد أكثر من ذلك أهمية لبنان اليوم، لأن لبنان بلد على سواحل المتوسط ويمتلك ثروة من الغاز، وبالتالي موضوع الغاز موضوع مهم جدا واستراتيجي بالنسبة لروسيا. هذا ما قصدته أنه كل هذا يجعلها تخوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لكي تكون جديا. يعني راح اللبناني اللي عنده حزب الله كان عنده أكثر من شخصية كانت عنده بزيارات. سأكمل بأن الموضوع يرتبط اليوم، العروضات الروسية هي تأتي بسياق مرتبط بالغاز وتأهيل وتكرير المصفات الموجودة في الشمال وفي الجنوب مهم جدا للبنان، يوفر على الواقع اللبناني ما يقارب مليار دولار سنويا، ويعطي لبنان إيرادات إضافية تفوق المليار دولار سنويا، وبالتالي هذا العرض يمكن أن يعطي للبنان إمكانية توفير مليارين دولار في السنة. موضوع بناء محطتين للكهرباء، وبالتالي أهمية هذا الموضوع لأن موضوع الكهرباء استنزف المالية العامة اللبنانية بأكثر من 40 مليار دولار، وبالتالي هو
موضوع يرتبط بإصلاحه بشكل كبير، وهو يرتبط بإعطاء ثقة بالاقتصاد اللبناني. موضوع مرتبط بإعادة مرفأ إعمار مرفأ بيروت. إعادة إعمار مرفأ بيروت هو مدخل أساسي للثقة بالاقتصاد اللبناني واسترجاع هذه الثقة وبناء اقتصاد جديد، ومن ثم تفعيل مرفأ طرابلس وما لأهميته في موضوع سوريا. إذن كل العروضات التي تأتي من الشرق اليوم هي ترتبط، إن كان العرض الصيني أو الروسي أو الإيراني، هو مفترض أن يكون عرض من دولة إلى دولة، وبالتالي هو يمتلك إمكانية أن ينقذ لبنان من واقع. لكن الفيتو الأمريكي هو يرتبط بأن يخضع لبنان لشروط صندوق النقد الدولي، وفي نفس الوقت يقول للبنان بأن لا مسار للبنان جديد في الاقتصاد إلا من خلال صندوق النقد الدولي، وبالتالي رهن الاقتصاد والمرافق اللبنانية وخصخصتها وبيعها للشركات الخاصة. بينما الشرق يقول أن يمكن أن نقوم ببناء المرافق اللبنانية وإعادة الثقة وتوفير مال بشكل كبير على الخزينة اللبنانية، وبالتالي أي اتفاقية تأتي مع الشرق اليوم سيكون لها انعكاس مهم جدا على الاقتصاد اللبناني، على سعر الصرف، على إعادة الثقة. هذا طبيعي؟ لا، ليس طبيعيا. إعادة النظر، لأن اتفاق بهذا المضمون يمكن أن يضع حد لارتفاع سعر الدولار، وبالتالي إعادة الثقة بالليرة اللبنانية، ويمكن تخفيض سعر صرف الدولار من 17,000 إلى أقل من 10,000. وبالتالي هذه المشاريع مهمة جدا، لأن استنزاف الاحتياطات اليوم، يقولون بأن الاحتياطي نحن نحتاج إلى 6 مليارات دولار دعم سنويا، وبالتالي من خلال هذه المشاريع نستطيع توفير 6 مليارات دولار وأحضار إيرادات إلى الداخل اللبناني مثلا. ليش في قرار أنه هيدا كله ما يصير؟ أي طبعا، هناك قرار بالاستثمار بالانهيار بلبنان، وهذا القرار هو يرتبط بشكل أساسي بالفيتو الذي تضعه الولايات المتحدة الأمريكية. ومن يضع فيتو على لبنان يجب أن يكون هناك بديل. الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم بديل، الغرب البديل الوحيد الذي يقدمونه بأن أنتم تحتاجون إلى إصلاحات، وبالتالي هناك شروط سياسية واقتصادية يجب تنفيذها، وتبدأ هذه الشروط من الغاز. أما الشرق يقول نحن جاهزون لتقديم مساعدات، هذه المساعدات تقوم بتوفير. ليه ما بتتقدم؟ نعرف أنه جاهزين. ليه فنزويلا راحت؟ فنزويلا راحت بواخر، ما كان في حدا، ما حدا انهز. الاتفاقيات مع الشرق تحتاج اليوم إلى قرار جريء ومفيد من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والحكومة المجتمعة. المشكلة الذي نعاني منه اليوم أن حكومة تصريف الأعمال لا تريد أن تأخذ قرار، لكنها تستطيع. أما إذا كنا ننتظر الحكومة الجديدة التي تريد أن تتشكل، بالتأكيد خلينا بالروس الكبيرة، لا الحكومة الحالية ولا الحكومة الجديدة، الروس الكبيرة اللي بتتحكم بالكارتلات كلها. أريد أن أعيد، إذا تشكلت هذه الحكومة بالتأكيد هذه الحكومة بتوجهاتها لن تتجه إلى الشرق. اليوم هناك فرصة للتاريخ أمام هذه الحكومة المستقيلة، إذا أرادت أن تضع حد لانهيار سعر الصرف وانهيار العملة، أن تقوم بقبول اتفاقيات قادمة من الشرق ليكون هناك توازن بين الشرق والغرب في لبنان. لا مجال اليوم أمامنا فرصة استثنائية. وشو العقاب لنا من الأمريكي؟ لا شيء، هناك توهم بالعقاب. العقاب أن هناك قوى سياسية تخاف أن تخسر رصيدها مع الولايات المتحدة الأمريكية لا أكثر. يعني داخلية، معش حق أمريكا. الفريق الوحيد، هناك خوف من الأمريكان. الفريق الوحيد الذي اليوم يقول بأنه لا يخاف من الأمريكان وقام بطرح تنويع خيارات اقتصادية وطرح تنويع خيارات انطلاقا من الشرق، هي كانت مرتبطة بالمواقف التي أطلقها سماحة السيد حسن نصر الله. وبالتالي اليوم نحن أمام فرصة استثنائية لتطبيق هذه المواقف. لا يوجد أي مبرر لدى أي فريق سياسي بعدم القبول بهذا التطبيق، لأن إذا استمرينا بالفيتو الأمريكي، الفيتو الأمريكي اليوم سيمنع لبنان، سيعطينا مزيد من الانهيار في سعر الصرف، مزيد من مزيد من معدلات الفقر، مزيد من المشاكل الاقتصادية والمالية، وبالتالي قد نصل إلى مراحل أمنية. إذا أردنا أن نقف على الدولة اللبنانية أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية، ممكن الدولة بواقعها الهيكل السياسي هلأ يكون في قرارات مع الروسي ومع الصيني ومع الإيراني، على الدولة اللبنانية أن تقول والحكومة اللبنانية أنها إذا هناك فيتو أمريكي يجب أن يكون هناك بديل. كل الدول تتعامل بهذه الطريقة، وبالتالي يمكن أن نقوم ببناء أو بتوقيع هكذا اتفاقيات. نحن نحتاج إلى هكذا اتفاقيات، نحتاج،
لأن هذه الاتفاقيات قد تنقذ ما تبقى من الكيان الاقتصادي اللبناني. يعني المرحلة بدها قرارات رجال حاليا، وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك. هاي خلص المواجهة بدها قرارات رجال. تريد قرارات استثنائية. الولايات المتحدة الأمريكية وضعت فيتو على التوجه شرقا وتنويع الخيارات، وضعت فيتو على المشرقية الاقتصادية، وضعت فيتو على تعاطي لبنان مع سوريا، حاصرت سوريا من خلال لبنان، تمنع العروضات الإيرانية، قتل ممنهج، تمنع العروضات الصينية، تمنع اليوم وستمنع العروضات الروسية، أؤكد لك ستمنع العروضات الروسية. وبالتالي اليوم المنطق السليم والوحيد بأن يكون هناك قرار جريء ومفيد بهذه المواجهة، لأن أكثر مما حصل للبنان لن يحصل. لن يحصل يعني ما تستطيع أن تفعله كانت الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع التحويلات تركيع المالية. تركيع يعني لا. أن تمنع التحويلات المالية في لبنان. إذا نحن ليس لدينا اليوم الواقع المصري، في ماذا جرى له؟ ألم يكن الواقع المصري مرتبط بشكل كامل الولايات المتحدة الأمريكية؟ طيب السياسات الاقتصادية اللبنانية والمالية والنقدية لم تكن مرتبطة بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بتقديم عروضات مماثلة للعروضات الروسية والصينية والإيرانية على صعيد الكهرباء وإعادة مرفأ بيروت وتفعيل مواضيع مصفات تكرير النفط والغاز؟ لأنه المطلوب ضربك على كل لأنه مطلوب صعد. مطلوب الاستثمار في الانهيار المالي والاقتصادي لمصلحة شروط صندوق النقد الدولي القادمة والاستسلام بموضوع الغاز. سنرى الأيام المقبلة ماذا ستحمل يعني من تحركات. فعلا المرحلة دقيقة وحساسة. زياد ناصر الدين، وقد ما حكينا على كل حال على مأساوية الوضع، الحكي مش مثل التطبيق أو الشوفة، فعلا كوارث. كل شكر لك سيد زياد ناصر الدين الخبير بالشؤون الاقتصادية على المشاركة. شكرا لكم. مشاهدينا فاصل ونواصل المشاهدين. لكل سوق حكاية، فكيف إذا كانت فلسطينية؟ حكاية السوق معرض يوثق الحياة اليومية في الأسواق الفلسطينية بعدسات مصورين فلسطينيين بنحو متزامن في 7 مدن فلسطينية هي القدس ونابلس والخليل، إضافة إلى الناصرة ويافا وعكا وغزة. فما الرسالة التي يريد القيمون على المعرض إرسالها من تنظيمه؟ للحديث أكثر نرحب بضيفتينا، من يافا المنسقة العامة في المشروع الناشطة يارا غرابلي، ومن رام الله الناشطة الشبابية والطالبية والمتطوعة في المشروع ريتا عمار. أهلا وسهلا بكما، ولكن قبل الحديث معكما نشاهد هذا التقرير ونعود. حبيت فكرة المعرض كتير، فكرة أنه ب7 مدن فلسطينية عم بيقوم نفس المعرض في نفس الوقت، وعم بشجع المصورين الفلسطينيين، وهم عم بكتبوا عن السوق الفلسطيني بأماكن مختلفة بس هم في نفس المكان. هم يمكن الناس مش كتير بيعرفوا عن الأحداث الثقافية اللي بتكون، بس أنا متأكدة إنه هذا الإشي اللي عم بيصير هلأ هو جزء من الهبة اللي عم بتصير في نفس الوقت. ليش هاي الصورة؟ المخابز هي شيء كتير مهم وشيء كتير منتشر في أسواقنا الفلسطينية، واللي هي بعدها محافظة على الأصالة والتراث اللي إحنا عايشين عليه. معرض أول إشي اسمه جذبني، اسمه حكاية القدس. هلا أنا عائلتي اللي هي عائلة أبوي طقش من اللي تهجروا بال67، وبشكل عام أي إشي بيكون له علاقة بالقدس بيستهويني، بحب أجي وأشوفه. زي ما شفت كمان بالمعرض كلياته في تفاصيل كل المدن العتيقة تبعت، شفت عكا، نابلس، القدس نفسها، كل التفاصيل الثقافية الحلوة العميقة اللي موجودة في كل بني آدم فلسطيني بنقدر نقول. أبدأ معك يارا، كونك المنسقة العامة في المشروع، حدثينا أكثر، هل هذا المشروع اليوم هو انعكاس لصورة الوحدة اللي رأيناها مؤخرا في الجسد الفلسطيني كله؟ يعني نحن نتحدث عن مدن في الداخل، مدن في الضفة وفي غزة أيضا. يعطيك العافية بداية، شكرا على الاستضافة. وبالفعل ممكن نشوفه كانعكاس، وممكن كمان عن طريقه نشدد
احنا بنعرف انه كانت هبه شعبيه اللي بس اكدت لنا وشددت لنا على مفهوم الوحده والتشبيك ورفض الشرذمه والتجزئات كشعب فلسطيني كامل تحت هويه جماعيه واحده. أخبرينا عن يعني نواة هذا المشروع، ما كان المراد منه؟ هو فقط جمع أم في شيء أكثر من ذلك سيتم العمل عليه وسيكون بشكل دائم؟ هاي أول تجربة مشروع المبادرين والمبادرات اللي بلشوا وبدأوا فيه بال 2019 وعشان الكورونا والغزو على والعدوان على غزة وإلى آخره، الإشي توقف نوعا ما، ولكن هو على الآخر نوايا اللي ممكن تكمل. بس هي هدفها طبعا إنها مش بس توحد وإنما كمان تبث التاريخ والأصالة والأشياء العريقة اللي كانت موجودة بمدننا وبقرانا وبلدانا، وتحكي عن الحيز الفلسطيني اللي كان موجود ما قبل 48 وتشدد عليه. يعني إذا بنحكي عن سياق يافا، فيافا اليوم السكان الأصليين الطبقة في ما يقارب 5%، يعني هذا جدا قليل. فمن خلال الصور، من خلال البرنامج اللي تخلى دعم الاقتصاد الوطني ودعم النساء اليافويات اليافيات الفلسطينيات بالبازار النسائي وإلى آخره، إحنا يعني غير إننا نشدد على مفهوم الوجود بتاعنا كفلسطينية، هو إننا نحاول نبلور لنفسنا وكالة اللي تستمد من التاريخ العريق اللي بعدنا منعيشه طبعا. كشابة متطوعة وناشطة شبابية، ريتا عمار معنا من رام الله، أود يعني كل ما قالته يارا أن تنقلي لنا إياه عن كيف هو التطبيق في المعرض في هذا السوق في رام الله. بشكل اساسي سامعيني هيك؟ اول شيء مرحبا، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. بشكل اساسي المعرض هو موجود بسبع مدن فلسطينيه، بس رام الله لاول مره هي مش جزء من هذا المعرض، وهي مش جزء من هذا المعرض لسبب انه تاريخيا رام الله هي بتشكل مركز ثقافي في فلسطين، وكنا بنفكر في هذا المعرض انه كيف ممكن كمان نستهدف مناطق اللي هي اكثر مهمشه، اللي هي مش فيها مركز ثقافي، مش فيها وجود ثقافي عالي، ويكون كانه العكس، انه لاول مره انه الناس والجمهور ينتقل من رام الله ويروح على هاي المدن الثانيه ليحضر هذا المعرض. فانا كنت عم بنسق للمشروع من رام الله بس عم بتنقل بين المدن هاي، فهيك بشكل عام. طيب ريتا، اخبرينا التنسيق كيف يكون لجمع سبع مدن، كل وحده مختلفه يعني بتفاصيلها واموره وبموقعها الجغرافي وحيثيات الواقع فيها نظرا لبعض مناطق وجودها في الداخل، في الضفة، بغزة، كيف يتم يعني من يطرح الأفكار؟ كيف يفرض كل مكان ما يجب أن يكون فيه من تفاصيل داخل هذا السوق انطلاقا من واقعه الموجود فيه سواء جغرافيا أم غيره؟ بصراحة التنسيق جدا صعب كان، لأنه كان هو بمثابة تحدي لكل هاي الجغرافيا الاستعمارية اللي انفرضت علينا كفلسطينيين، لكل هاي الشردمة اللي انفرضت لسنوات طويلة، وهذا يمكن هذا هو لب كل المشروع اللي عم تشتغل عليه، كيف نرجع نربط المدن الفلسطينية ببعض، كيف نرجع نشبك ما بين مؤسسات قاعدية، ما بين مجموعات شبابية، ما بين المتطوعين نفسهم اللي قاموا على هذا الحراك، كيف هذا بدور ينعكس على علاقتنا بالفلسطينيين مع بعض، على تواصلنا اللي طول الوقت كمان الإسرائيليين بيحاولوا بالصهاينة طول الوقت. مشروعهم الاساسي هو على فصل الفلسطينيين عن بعضهم البعض، وهذا بحد ذاته تحدي لهي الجغرافيا الاستعماريه المفروضه عليه. أعود إليك يارا غرابلي المنسقة العامة في المشروع. يقال يعني عندما يكثر الطباخين في الطبخة أي طبخة تحترق، اليوم هكذا يعني في صعوبات كانت بهذا الموضوع أثر على ما يجب أن يقدم هذا المشروع، أم بالعكس هي جمعت المجد من كل أطرافه وكان في أكثر من لوحة جمالية نتيجة هذه الوحدة ونتيجة هذا التنوع؟ شكرا على السؤال. بداية أنا بفكر أنه كمجموعة يافا، كواحدة من القائمات على المشروع بيافا، إحنا كنا عبارة عن ثلاث صبايا نساء اللي قمنا بالمبادره انه بتحقيق هذا النشاط في يافا، المعرض ككل استضفناه بيافا، فاحنا كنا ثلاثه،
ممكن هون الطباخات كانوا قلال على ما يبدو، بس بدون إلى أكثر أو قلال، أنا بفكر إنه التجربة هاي عم بتبث لإلنا تجربة فريدة ومتعددة اللي مهم نخوضها كشعب اللي فيه كثير تعددية. يعني هو صحيح في عنا مفهوم الوحدة والتشبيك والترابط وإلى آخره، ولكن كمان والتزامن طبعا اللي هو جدا مهم. يعني احنا بالاخر بنعرض الصور، والصور بتتزامن بنفس الوقت بسبع المدن، واللي هذا كمان بس بيعزز على الارتباط والقوة والوحدة اللي موجودة بالمشروع كمشروع اللي بده يسر الحكاية السوق فعلا. ولكن هو كمان يعني بيشدد لانه في خصوصية، يعني خصوصيات اللي احنا مجبورين نضطر لها، ان كان بالديناميكيات الاجتماعية وان كان من ناحية جغرافية بالمدن. كفلسطينية شو اضف لك هذا المشروع مع هذا التواصل مع هذه المدن السبعة؟ يعني اليوم انت بيافا، من خلال تواصلك مع الضفة، من خلال تواصلك مع غزة، ما الذي يعني شعرت أنه فعلا أضاف لك إياه أكثر من أنك مجرد منسقة مشروع ومر؟ أولا أني أفكك المفاهيم تعون الحدود الجغرافية اللي بحط لنا إياها على الوعي، اللي عم الاستعمار الاستدان عم بحاول يحط لنا إياها أولا كوعي، مش بس كوجود اللي إحنا بنشوفه على الصعيد اليومي شباب فلسطيني اللي عم بحاول، مش عم بحاول، عم بلور هويته كاملا. ولكن هي فعلا الوعي هذا الشيء اللي لازم كمان نحطه من ناحيه الشغلات اللي المؤسسه الاستعماريه بتفرضها علينا. فهي على الاخر هنا فوق الوعي ثاني جديد اللي هو بحطيه منا. يعني هي المعرض قائم كمان بغزه برغم كل الحدود وبالرغم من العدوان اللي كان، يعني من اجمل صور الصمود والاراده فعلا. اعود اليك بشكل سريع ريتا، ايضا ما الذي اضاف لك هذا المشروع بتواصلك مع كل هذه الاماكن؟ يعني بشكل اساسي بنقدر نحكي انه المشروع هو استكمال لنضالنا الفلسطيني والانجاز اللي شفناه اليوم على الفلسطينيه في اعاده ربط التواصل ما بين بعض البعض، وكان كانه كمان عم بخلينا نشوف، يعني احنا الفلسطينيه ما بنعرفش شيء عن بعض، عن حياه بعض، عن الحياه الثقافيه، عن حياه الاصوات والتهميش وكمان محاوله الاستيطان والسيطره على هاي الاصوات. فهو في مكان بيرجعنا من مكان كمان هو جزء او خطوه واحده في طريق اعاده تشبيك الفلسطينيين مع بعضنا البعض، اعاده المشهد الثقافي لكل فلسطين التاريخيه، بمعنى انه هذا معرض الضخامه اللي هو فيه الضفه والداخل وغزه، فهي كمان تحطيم لكل محاولات الاسرائيليه ل يعني لابعادنا ولتشتيتنا كفلسطينيين عن بعضنا. صحيح. الله يقويكم ريتا ويارا وجهود كل الشباب الفلسطيني، يعطيكم الف عافيه. واحد من اهم الاسلحه فعليا الثقافه. كل الشكر لكما على المشاركه في المشهد الثقافي. شركة سبوتيفاي المتخصصة في بث الموسيقى تنضم إلى المنتديات الصوتية بعد إطلاقها تطبيقا خاصا بذلك. انضمام المجموعة السويدية إلى عالم المنتديات الصوتية يسلط الضوء على الطفرة الكبيرة في هذا العالم والنجاح المتزايد الذي حققه، ولا سيما تطبيق كلوب هاوس. فهل باتت هذه المنتديات وجهة المستثمرين الأولى؟ للحديث أكثر يسعدني أن أستضيف السيدة كاتيا ريا الخبيرة في مواقع التواصل والأستاذة في جامعة القديس يوسف في بيروت. سيدة كاتيا أهلا وسهلا بك معنا. يعني عندما تعود الآن الناس إلى العمل، يعني كانت مع كلوب هاوس جالسة في المنزل، يعني تقوم بما تقوم به على كلوب هاوس، لماذا ارتأت الآن سبوتيفاي أن تخوض هذا يعني المجال اللي لا ينافس ربما أحد كلوب هاوس عليه؟ ما الذي تريده؟ مساء الخير.
مثل ما قلت كلوب هاوس أخذ ضجة كتير كبيرة، هو بس بشهري جانيور وفبريوري في 4 مليون يوزر نزلوا هذا التطبيق بالميدل إيست، وقيمته اليوم بتساوي 1 بليون دولار. فهذا التطبيق طبعا جذب لكثير من الناس وجذب بشكل خاص العالم العربي. اليوم في انخفاض بعدد التنزيلات لهذا التطبيق، ولكن هذا الشيء ما بيمنع نجاحه، وهذا الامر خلى انه سبوتيفاي تخلق ما يوازي هذه الابلكيشن يلي سموها جرين روم، ولكن منهم الوحيدين، غير ابلكيشنز اليوم كمان اشتغلوا على هالموضوع وعم بيشتغلوا. تويتر خلقوا سبيسز، فيسبوك خلقوا لايف رومز، سلاك، ديسكورد، ريديت، لينكد ان كمان عم ببلشوا يشتغلوا على تطبيقات مماثلة، عم يشتغلوا على هذه الخاصية. فالشركات اليوم إذا بدك هي موضة، يعني وكأنه أصبح ليس للمنافسة أو بهدف أخذ شريحة من تطبيق إلى آخر، بل هو خدمة أصبحت يجب أن تكون موجودة، يعني تماما كما تدخلين إلى أي مكان وتتلقين ضيافة، هذا يجب أن يكون بغض النظر عن المنافسة أو تقديم شيء جديد أو مبدع. صحيح، يعني هو التوجه اليوم بالسوشيال ميديا أن يكونوا الابليكيشن كاملين فيهم كل الخاصيات. لما بلشوا سناب شات بما يشبه الستوريز نزلوا ستوريز، لما بلشوا التيك توك فيسبوك خلقوا بالإنستغرام ريلز، اليوتيوب خلقوا شورتز، هلأ مع خاصية الصوت عم بفوتوا هذا الموضوع الصوت، يعني عم بتجرب البلاتفورمز أنه هي يكون عندها كل هالأمور يلي عم تجذب الناس تكون موجودة بموقع واحد. هلأ للتنافس أكيد بالماضي كانوا يشتروا هذه الابليكيشنز، اليوم عم بيدخلوا الخاصية بالابليكيشن تبعهم بالبلاتفورم تبعهم، وهذا الشيء عم يجذب عدد كتير من الناس، والناس اللي كانوا عم يخلقوا كونتنت مثلا على تيك توك نقلوا اليوم على ريلز، ونقلوا هذا المجهود على ريلز على انستغرام. فبهمهم كمان أنه الناس تضل عندهم ما تتركهم، في نوع من المنافسة وقوتهم أنه هن هالابليكيشن عندهم جمهور، وهالجمهور مصاري ومعيشته من هيدا النوع من الابليكيشن. هيدا الامر بتفقد له مثلا كلوب هاوس وسبوتيفاي وهالابليكيشنز الجديد، مع انه عم يشتغلوا على شيء بسموه فانز لحتى يدعموا الناس اللي عم يخلقوا جود كونتنت والناس اللي عندهم عم يخلقوا تفاعل جيد على الابليكيشنز عندهم، ولكن عم بجربوا يضلوا بالصداره بكل هالخواص اللي هن عندهم عم تتخلق اليوم، عم تجذب الناس، عم تخلي الناس يكونوا انتراكتيف، وخاصه انه عم تخلي الناس تمضي وقت طويل على هيدي الابلكيشن. هيدي النقطة تحديدا سيدة كاتيا، الناس تقضي وقت طويل وكأنه في يعني تخطيط لأن تبقى، يعني ربما عندما يتعلق الموضوع بالستوريز والصور والفيديوز قد يتجاهل البعض هذا الموضوع، بيقول لك بدي أقوم بأحلى حلة وزبط حالي وأقوم أعمل ميك اب البنت وأطلع على صور بلاها. اليوم شالوا خاصية الصورة مع موضوع الصوت بس، مثل ما عملت سبوتيفاي وقبلها كلوب هابس وغيرها بكل التطبيقات، صار أسهل أني أنا أقضي الوقت كله على هيدي المنصات وما يكون عندي يعني تاخدني من حياتي، وكأنه مقصود أنه أي طريقة المهم خليكن على هالمنصات روحوا كل وقتكن. في تخطيط أكبر من هيك؟ يعني في شيء مستغرب بهذا الموضوع؟ يفترض العالم هلا بدها ترجع على اشغالها، تركز على اشغالها، تركز على كل شيء تاثر فيه، تركز على امورها مسؤولياتها. غريبه هيدي التطبيقات انها بهذا الشكل، يعني الكثيف عم كالمطر عم تنزل على الناس. يعني صحيح، الهدف الاساسي من هيدي الابلكيشن انه يكون عندها عدد كبير من اليوزرز، يعني نحن اللي شفناه مع كلوب هاوس انه لما زاد العدد زادت قيمه الشركه، يعني اليوم اذا بدهم يبيعوا كلوب هاوس من كم شهر كانت قيمتها 400 مليون دولار، اليوم قيمتها 1 بليون دولار، هذا الشيء بسبب عدد الاشخاص اللي عم بيكونوا موجودين على هيدي الابلكيشن والوقت اللي عم بيقضوه. كل ما يقضوا وقت اكثر على الابلكيشن كل ما هذا الشيء بيجذب معلنين. يعني بعتقد الهدف الاساسي وراء هالابلكيشن هو بزنس، هو مادي، هو الربح. فالوجود على بشكل كبير على هالابلكيشن والوجود بشكل مطول على هالابلكيشن في ايجابيات كرمال ما نكون سلبي، في ايجابيات، يعني في اكتشاف لناس، في اكتشاف لعقول، ربما في ناس عم تاخذ وتعطي مواضيع فعلا مهمه، عم تفرض نفسها، عقول كانت ربما ما في عليها ضوء، ما صحت للفرصه، عم تستغل هذه المنصات وبالتالي تظهر قدراتها ووعيها ورقيها وعلمها.
صحيح، قديما في ناس اليوم صارت عم تشتغل من وراء هالموضوع، قديما في ناس عم بتقدم إفادة للآخرين، والأهم من هيدا أنه هنو من الابليكيشن يلي هن خاصة بيعتمدوا على الصوت، هن عم بيقدموا وخاصة للشعب العربي نوع من support group، يعني الناس بحاجة تحكي، الناس بحاجة تفضفض، وفي كتير مواضيع عم تنطرح خاصة بالصحة النفسية وخاصة صح. بالتطوير الذاتي، إضافة للمواضيع العلمية والإنترتينمنت وغيرها، ولكن حتى في مواضيع تابو اليوم عم تنطرح وخاصة الدول العربية والعلاقة بين الرجل والمرأة عم تنحكى بهيك أماكن، ففي إيجابيات كتير كثيرة اليوم فتت ميبي. على الكلوب هاوس كانوا الناس عم بيحكوا عن موضوع مثلا البنزين، يمكن هيدا مطرح عم بخليهم يفرشوا خلقهم بس صح. وبشكل أو بآخر عم بيكون في سبورت سواء لمشاكل من هذا النوع أم مشاكل عائلية أم اجتماعية وغيرها. كل الشكر لك السيدة كاتيا ريا الخبيرة بمواقع التواصل ودكتورة في جامعة القديس يوسف في بيروت على المشاركة في المشهد أونلاين. مشاهدينا بهذا تكون اكتملت المشهدية لهذه الليلة، نلتقي غدا بنفس التوقيت. شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء.